وللمزيد معنا عبر الهاتف السيدة نجوى جناحي، مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية. مساء الخير سيدة نجوى، وهل لك أن توضحي لنا الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجمع زكاة الفطر إلكترونيا؟ نعم، مساء النور. طبعا بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، نؤكد على جميع المنظمات الأهلية على الاقتصار على جمع التبرعات أو حتى تسليمها للمستفيدين إلكترونيا، سواء عن طريق بنفس أو أي وسائل أخرى. الحقيقة الهدف من هذا القرار هو تحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد المستندات التي تصل للجمعية، سواء كانت فواتير أو كوبونات أو أرصدة، وهذه تشكل أحد مصادر الخطر للمنظمات الأهلية. كذلك أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ جميل بن محمد علي حميدان قرارا منذ عام 2015 بجواز للمنظمات الأهلية أن تعتمد على الدفع الإلكتروني، لكن نحن اليوم في مثل هذا الظروف نؤكد على الاقتصار على أن نعتمد على الدفع الإلكتروني ووقف باقي التراخيص الأخرى التي لجمع التبرعات أو دفعها. كذلك في مرحلة دفع زكاة الفطر، نؤكد على أن الطريقة الرئيسية أو الوحيدة هي جمع دفع التبرعات إلكترونيا وتجنب دفع النقد أو غيرها من هذه الوسائل. أصدرت الوزارة العديد من التعاميم، ويقوم أيضا مفتشي الوزارة بمتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار. والحقيقة أظهرت الجمعيات تعاون كبير في هذا المجال من خلال ملاحظات وتقارير المندوبين الذين يقومون بعملية المتابعة. أيضا نؤكد على أنه الآن نحن قريبين من موعد عيد الفطر المبارك، نؤكد على تقليل الفعاليات أو وقف جميع الفعاليات والتجمعات، لا سيما أيضا أن الجمعيات الجاليات تعتمد في الاحتفالات على التجمعات وتبادل التهاني في مقر الجمعية أو في الحدائق العامة. فإحنا من خلال هذا المنبر ندعو الجمعيات أيضا إلى وقف مثل هذه الفعاليات حماية لأعضاء الجمعية ومنتسبيها أيضا. نعم السيدة نجوى جناحي، مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية، شكرا جزيلا لك.